السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مره تانية في سوق العبور، بقى لنا 15 20 يوم ما جيتش يا جماعه. النهارده زي الفل. صباح الخير استاذ. مين بقى حضرتك؟ استاذ عبدو. استاذ عبدو، عنبر كام؟ عنبر 2 محل 114. عنبر 2 محل 114. بصوا يا جماعه، انا اول ما جيت وحضرتك كام؟ إيه اسمك ايه؟ كرم يا عم. استاذ كرم احمد. احلى ناس. تسلمي. احلى ناس والله. وده المعلم ابو عمر صاحب الزرع. ابو عمر ما شاء الله. ابو عمر كده الزرع اللي عندك الله اكبر. بص ورد والله العظيم الله اكبر. وسالتهم عليه يا جماعه، اقسم بجلال الله ب 100 جنيه. 100 جنيه الورد ده. امسك لي يا عم العنقود ده. امسك لي يا عم العنقود ده. الله يصلح حالك والله، اللي هشتري منك. الصلاه على النبي. الله. بص يا جماعه، بصوا 100 جنيه انضف زرع في السوق والله العظيم. والله العظيم ورد. انا هاخد دلوقتي عدايتين، هاخد عدايتين بس تفضهم لي في حاجه. 100 جنيه. 100 جنيه ولا حاجه والله. ده كان ب 170 و160. 100 جنيه وزرع عندي. يلا كمل يا عم شغل. بصوا بصوا يا جماعه، بيورينا بقى في زرع تاني هنا بره. ماشي نشوف. ده الاستاذ احمد ابو عشاش. عندك اقل؟ في حاجات اقل في السوق بس انا ما بجيبهاش. لا بس دي جامده. يعني في حاجه بتبقى عادي. بص انا بوريكوا ايه؟ واسعار اقل من كده. شوف جمال. والله العظيم اقسم بالله احلى من التفاح. واحده براجع الزرع اللي هنا. لا ده على النت يا جماعه، كله رزق البنات. ومعاك بقى نت في الموبايل، اشترك معايا في القناه وشوف الفيديو. استاذ احمد انت حاجتك الله اكبر عليك. الله يحسن سوقهم يا رب، الله يحسن سوقهم ويصلح حالكم. والله الحاجه نظيفه وجميله جميله جميله. يا عم احمد هنا بتاع بتنجان برضك، حاجته هاديه برضك. ماشي نشوف الدنيا. احنا بقالنا كتير، انا بصراحه كنت وقعت وحصلت لي مشكله. انا فرض انت بعد ربنا. ماشي كنت وقعت والله، بقالي كتير ما صورتش، بس اهم حاجه ان انا صورت. وريني يا عم. ورايا قفص. ايوه يا عم الحلاوات. ايوه 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 ايوه. اللي عنده من ده كذاب، اللي عنده من ده كذاب. انا اللي بقول لك والله العظيم. ايوه جميله. فين صاحب الفرشه؟ تعال هسالك سؤال. صاحب قصدي الزرع تعالى معلش اسالك سؤال. بص اخويا كده، الزرعه دي اسمها ايه؟ عشان انا بصراحه قليل قوي لما بلاقي الصفحميه دي. ايه؟ روجينا. روجينا. طبعا مش بتهرمانه هي ما شاء الله. بصوا بصوا يا جماعه، هي كبيره على ابوها. زرع عندي مش متحرمانه. دي سلطه اهي. مال الحلال اهو. مال الحلال. معلم مؤمن في البطاطس. المال الحلال يصور عنده لو عايز. فيا جماعه، طب في زرع انواع ثانيه؟ انت مشيت ليه؟ تعال. في انواع ثانيه بس بقى. ايه؟ طب في اللي هي الصغيره شويه المسكره، وهي دي المسكره؟ لا اللي هي اللي انت بتتكلم على ان ده لسه، لان دي الموسم بتاعها لسه. الان اسمها الان لسه الموسم بتاعها لان لسه ما جاش. يعني في حاجه شغال كده اسامي تاني. اسامي غير. بتسال على الشيري؟ على الشيري. على الشيري صغننه قوي. لا لا اللي هي اكبر منها. هي الان اللي هي الكبيره شويه اللي هي بتبقى مسكره دي. مش موجوده دلوقتي لسه ما ظهرتش. نقلي بقى قفصين. لا لي قفصين الله يكرمك. يعني القفص ده طلع من عيني بصراحه. ده ونقلي قفصين وفضهم لي في شوال وخد فلوس. انتوا بتقعدوا للساعه كام؟ 24 ساعه. يعني على ما الف لفتي اجي الاقيك 24 ساعه. بص والله عشان بس ايه المصداقيه وكتاب الله. طب اللي هيجي لك من عند القناه مش هتنزل له اي حاجه؟ اللي هو عاوزه. طب هتنزل لي ايه في دول؟ هنعمل له عرض معانا عادي سهله. ايه؟ لو عاوز هنكرمه سهل. طب وانا هتنزل لي ايه فيهم؟ احنا هنكرمك. احنا قلنا لك حاجه اللي انت عاوزها. ماشي اهو. بصوا انا هدفع 200 جنيه واشوف هيكرمني في قد ايه. واي حد يجي لك من رزق البنات قولوا له اعمل معانا واجب زي ما عملت مع مدام ايام. المكان صور رقم التليفون المكان بتاعك. طب تعالى قول لي بقى رقم تليفونك. بصوا الجمال. ده المكان اللي هو فيه نوال. نوال وكل حاجه. عبد المنياوي اهو رقم التليفون اهو. ممكن تقوله بس ببقك كده. 010 03 وحي 03 وحي 90 212 67 212 و 100 67 0 100 13 30 95 1. سمعتوا؟ 100 13 30 5 ايه؟ 95 1. 95 1. اللهم صل على النبي يا جماعه. هات لي بقى العدايتين واركنهم لي على جنب وانا ماشيه، بس فضهم لي في حاجه. لو عندك شوال تكرمني بقى. مش
لنا في شنط بتتباع هنا. لا الشنط تتقطع مني انا كده كده هاخد ان درايفر وانا مروحه بالحياه لاني ما عنديش اي حاجه بصراحه. جيب لي الشصاره على السلامه. ماشي. بصوا الجمال والله العظيم طماطم والله. بصوا يا جماعه 100 جنيه استاذ احمد. 100 جنيه يعني الكيلو فيها بكام؟ خمسة جنيه؟ خمسة خمسة الا ربع صح؟ خمسة خمسة الا ربع يعني الكيلو فيها بخمسة خمسة الا ربع. بصوا يا جماعة والله انا جايباها الكيلو بعشرة جنيه ومن فترة كده قبل رمضان قبل العيد قصدي. ومش حلوة زي دي والله. ايه؟ الاسعار بره 6.5. 6.5 لا والله العظيم ب 10 والله جايبها ب 10 جايبها ب 10. بص السوق كله برضه شغال على هذا الوضع. القطه بره ب 6.5. لا بره والله ب 10 جنيه اخر مره جايبها ب 10 ومش حلوه زي دي والله. انا بشوف ناس كتيره باعها 6.5 بره في الشارع؟ في الشارع ده اللي هم جايبينها بقى من حته ثانيه. ده هنا الناس بص يا جماعه يقول لك ايه؟ ده انا باخد العدايه ده انا بركب عربيه ده مواصلات ده اللي بيشتريها من الارض بيبيعها بنفس السعر بستة ونص. انما هنا بسم الله اكبر انا بفضل اوريكم ايه وما شاء الله عنده كتير ده ما شاء الله ربنا يحسن سوقهم يا رب يا استاذ احمد ويجعل رزقك واسع اللهم امين. احنا بقى لنا فتره كبيره قوي ما نزلنا سوق العبور. ادعوا لي يا جماعه والله كنت تعبانه وواقعه على ظهري من على السلم وحالتي حاله ولا بروح شغلي ولا بروح اي حته. ادعوا لي الله يكرمك ادعوا لي ربنا يشفيني ويشفي كل مريض يا رب. بصوا ارجع اجيب لكم الاسعار تاني. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. انا مصممه لكم على القوطه عشان اجيب لكم القوطه. في ناس كتير قوي مش بتحب تصور بس ده عنده مصداقيه جامده يعني. شايفين وسط القفص اهو من بره من فوق يعني مش بيغش. بص اهو القفص اهو او النبي كلمة الاغنية بتاعت المالي الحلال اهو مسيطرة علينا جميعا. والله حلال 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 طيبا. بصوا يا جماعة القفص جوه زي فوق. بصوا جوه زي فوق شايفين اللي فاص كلها فوق زي هو. بصوا يا جماعه شايفين ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بردك في حد تبعك بردك في مدينه العبور في سوبر ماركت غزاله وفي محلات غزاله خضار. دي بتاعتنا برضه اللي هي عند اللي هي عند السمك. اللي عند السمك دي محلات اخويا اسمه حسن. ماشي. معلم حسن هو ده اخويا انا ده. ماشي ماشي. اللي هي يا جماعه في الحي الاول اللي جنبها بتاع اسماك اهالينا. ايوه صح كده. انا بجيب من عنده برضه 8 بردك في الفرع الثاني بس بيبيعها غالي. لا 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 بيبيع رخيص والله العظيم بيبيع غالي. لا هذا اللي موجود عندي بجد الاسعار هذه. طب ماشي اخر حاجه استاذ احمد اللي هيجي من عند كل رزق البنات هتكرمه. باسم رزق البنات ده انا اعمل معاه كل رزق البنات كده. لا ماشي نارك زي الفل. ولو انت عندك ممكن تودي الطماطم في حته مره. عادي بس لو كميات لو كميات يعني اديكم معاكم التليفون لو عايزين كميه قد ايه اقل حاجه قد ايه لو عاوز كميه مثلا 20 30 اعرف اهو. تمام اهو معاكم الرقم التليفون يعني هو بردك لو معاكم رقم تليفونين بس اللي يضمن لي تحويل فلوس هو يضمن لي بمكاني. ماشي يعني ماشي. لا ما انتوا في مكانكم اهو في مكانكم اهو يا جماعه عنبر 2 اول عنبر 2 محل 114 بس عاوزين جوه يشرب مكانه الاول ويشوف الدنيا بردك على تمام عارف. تمام شفت اللي عايز يعمل حاجه وهيشتري حاجه بالتليفون يتواصل معايا يا جماعه. لو عايز حاجه نضيفه الله يصلح حالك يا رب. الله يصلح حالك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.